أول خطوة بتصنيع الصابون اللي هو إضافة الزيت وزيت الزيت زيت الزيتون طبعا والماء والصودا الكاوية على الحلة وطبخها حتى تكون جاهزة، وهذا عادة بياخد بين 6 إلى 7 أيام. بعد ما تكون جاهزة نبلش نفرغ فيها يدويا ونقلها إلى المفرش وصبها على الأرض وعمل المستوى موحد للسائل من أول المفرش لآخره. ثاني يوم تبلش تنشف، نبلش نعلم فيها حسب الأحجام المطلوبة، نقطعها ونختمها. بزيادة يومين لما تنشف نبلش نرفع فيها بالتنانير أو الأبراج اللي انتو شايفينها عشان ننشفها. طبعا عملية التنشيف تستغرق ما بين 2 إلى 3 أشهر حسب الجو. ومن ثم التغليف وبتكون جاهزة للبيع. طبعا الصابونة كل ما نشفت كل ما كانت أفضل.